احتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرياض بالعيد الوطني 45 للدولة، ابتسامة عريضة علت على وجوه ممثلي السفارة لدى المملكة خلال استقبال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود والضيوف المهنئين بهذه المناسبة. كان في استقبال الضيوف أيضا الفرقة الشعبية التي أدت الألوان الشعبية الإماراتية مما أثار سعادتهم. ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي كان حضورهم وفرحهم يدل على اللحمة التي بينهم البين، فهم أيضا أعربوا عن سعادتهم بهذه المناسبة. هو يوم مش يوم الوطني الإماراتي، يوم الوطني لدول مجلس التعاون كلهم كلها جميعا، وعسى الله يحفظ دول مجلس التعاون كافة ويحفظ شعوبها وقادتها الله يطول بعمارهم. وحفل أي دولة من دول مجلس التعاون هو حفل دول مجلس التعاون كافة. بلا شك أنه يعني دولة الإمارات وسلطنة عمان بلدين جارين شقيقين بينهم أواصر القربة والمودة والجوار، وندعو الله تعالى أن يديم هذه المحبة بين الشعبين الشقيقين. يأتي هذا الاحتفال في ظل ظروف قد تكون متوترة للمنطقة، موجهين رسالة مفادها بأن شعب الخليج على قلب رجل واحد، وفرحة دولة واحدة منهم هي فرحة للبقية. هنا وفي خلفي علت ابتسامة الرضا والفرح والبهجة على جميع مواطني دول الخليج في احتفال سفارة الإمارات العربية المتحدة في الرياض بيومها الوطني 45. تركي حبتر الإخبارية الرياض.